وينضم إلينا من لندن المحلل السياسي نوري حمزة. أستاذ نوري، أهلا بك معنا إلى هذه النشرة. يعني وفي أول تعليق له وفي أول ظهور له في اليوم السادس يعلق خامنئي على المتظاهرين والمحتجين ويقول أنهم عملاء لجهات خارجية، متجاهل بذلك كل مطالبهم، لماذا برأيك؟ بطبيعة الحال هذه طبيعة الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، حيث قياداتها لم تأخذ في الحسبان، وبناء على الهروب من المسؤولية جاء خامنئي كي يتحدث ويرمي المسؤولية على الغير، على الآخر الخارجي ودول الجوار ومنها دول عربية وكذلك دول غربية والولايات المتحدة تحديدا. خامنئي هرب من المسؤولية من حيث يعني تناسى متعمدا 4 عقود من الظلم والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان و جميع ما حدث في البلاد والأغاريم غير الفارسية، وهكذا تدمير البيئة والتمدد دون حساب على حساب الشعب في الوقت، دون حساب في والتدخل بشؤون الدول الأخرى والإقليمية، وذهاب أموال إيران من عمق إيران إلى حتى وصلت إرهاب إيران إلى إرهاب الجمهورية الإسلامية إلى أمريكا اللاتينية كذلك وإلى الولايات المتحدة ولا كذا دولة في العالم، يتجاهل هذا الني ويغمض عينه ويسكر آذانه وكالعادة يهرب إلى الأمام ويصف المتظاهرين بالعملاء وإلى آخره. كذلك أيضا أستاذ نوري، يعني بالأمس حسين مداري رئيس تحرير صحيفة كيهان وهي صحيفة المقربة من النظام الإيراني أيضا وصف المحتجين بأنهم بقايا داعش، يعني هناك وصفات غير مقبولة للمحتجين، برأيك هل هذا يعني سوف يقلل أو هم يعتقدون أنه سوف يقلل من عزيمة المتظاهرين والمحتجين بوصفهم بمثل هذه الأوصاف؟ حسين، شريعة مداري مندوب خامنئي في مؤسسة كيهان هو أحد في الواقع المحققين في وزارة الاستخبارات، وهذا خطه معلوم السياسي وتوجهه السياسي، هذا في الواقع يعني يأخذ رأيه من إدارة ما تسمى بيت المرشد الإيراني. نعم. هذا كالعادة يعني يقدمون هم كعادة يعني يقدمون الفضاء السياسي، المناخ السياسي، كي يتيحون للمرشد ولسائر المسؤولين في إيران أن يتهموا المتظاهرين ويصفونهم بدواعش وغيرها، في حين أن الدواعش من وجهة نظر المتظاهر الإيراني الدواعش هم المسؤولين الإيرانيين، كبير الدواعش هو خامنئي اليوم في وجهة نظر المتظاهر الإيراني. اليوم حسين شريع المداري هو كأحد قيادات الدواعش معروف عن هذا الشيء، وليس الحديث اليوم، الأدب السياسي الإيراني في طيف المعارضة الإيرانية يصفون الحكومة الإيرانية بال الداعش القومي او الداعش الايراني او الداعش الداخلي. طب استاذ نوري، على الصعيد الدولي حتى اليوم، يعني في اليوم السادس المظاهرات، هناك 11 تغريده للرئيس دونالد ترامب لدعم المظاهرات في ايران، بينما الدول الاوروبيه لا زالت رده فعلها خجوله بعض الشيء، لماذا؟ مع فارغ الاسف حاله الدول العربيه الاوروبيه تتريث كثيرا يعني حول هذا الموضوع، ولديها مصالح كبيرة مع إيران، وهناك الجاليات الإيرانية نشطة جدا المرتبطة، يعني أتكلم عن المرتبطين بالسلطة الإيرانية، ولديهم شركات ولديهم لوبيات وسيعة جدا في الدول الأوروبية، قد يؤثرون بعض الشيء على الرأي العام الأوروبي وكذلك على الرأي على القرار السياسي، ولكن بدأت في يوم أمس بدأت مارغوت فالستروم يعني وزيرة الخارجية السعودية كذلك بتغريدة ووصفت المظاهرة أنها على حق ويجب على الإيرانيين والإدارة الإيرانية أن تنتبه لهذا الشيء، وأن السويد وكذلك بلدان الاتحاد الأوروبي هم يشهدون ما يحدث في إيران ويراغبون عن كثب وإلى آخره. هناك متابعات كما أشرت، هناك متابعات خجولة للموضوع، ولكن سيتطور الموقف خلال الأيام الآتية حيث تتطور المظاهرات وتسقط يسقط العديد من الشهداء من المؤكد، كما سقط لحد يومنا هذا أكثر من 21 شخص صحيح. ومئات الجرحى وكذلك يقدر بآلاف المعتقلين وإلى آخره. نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي من ستوكهولم نوري حمزة على كل هذه الإيضاحات.